أولا طبعا أحييك وأحيي ضيفك العزيز الأستاذ أسعد ويعني مشاهدينك الكرام إن شاء الله كلهم في صحة وسلامة. طبعا أنت قلت أنه دور التواصل الاجتماعي في مساندة الجيش الذي هي المعركة. نعم. أنا أعتقد أنه المعركة الحقيقية المفروض أن احنا نفهم أن المعركة الحقيقية هي التواصل الاجتماعي. وهو الإعلام وهو الإقناع ثم تلتقي في هذا لولا الكابلة الإعلامية المشوشة والغضانة والسد ما وجدت في الجبهات ناس ولا حد زد شبرني علشان يقاتل مع الانقلابيين ولو فهموا من خلال لأنه ما هو الذي يقنع أصلاً المقاتلين الذين يأتون من هذا الطرف أو من الآخر سواء الإعلام سواء يعني الضجة الإعلامية سواء التغيير بالدليل من خلال الإعلام فهو دور الإعلام والتواصل الاجتماعي وإلى آخره كله هو دور رئيسي ليس مساند يعني مثل الإعلام الذي يفوق فهو مثل المعركة. طيب أستاذ علي بوجهة نظرك ما الذي وصل إليه وصلت إليه مواقع التواصل الاجتماعي ولم يثار على قنوات التلفاز وكان له أثر ووقع على الواقع وخصوصا نحن نتحدث عن في ظل سيطرة ميليشيات انقلابية كتمت جميع أفواه من يعارضهم؟ طبيعي جدا هذه أنا أعتبرها ذكاء يعني من الانقلابيين أنهم يسكتوا كل صوت ويلغوا كل الأصوات ما عدا صوتهم لأنه أصلاً في حال أنه وجد صوت آخر جنب صوتهم فهو من الطبيعي جداً أنهم يقنعوا الجميع لأنه صوت حق حيكون ولذلك أخلصوا كل أصوات الحق وبدأ صوت الباطل لكي يتكلم عن نفس الباطل أصلاً لو لم يجد الحق لو لم يوجد لو لم تأتي الرسالة من عند الله عز وجل عبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما الكفر بتحرق بدأ ينتشر الإسلام وكذلك بدأ الصوت الحق في اليمن وصوت الإعلام لا بدأ. طيب ألا تعتقد بأن هذه النقطة انعكست سلبا على الميليشيات الانقلابية عندما يصبح فضاء مفتوح لدى كل المواطنين بامتلاكهم الجوالات وتناقل الأخبار وأيضا الدور الكبير على رواد هذه المواقع التواصل الاجتماعي بحديثهم عن ما تقوم به الميليشيات الانقلابية من تكميم للأفواه وأيضا ما دور هؤلاء النشطاء بفضح هذا الإجرام الذي تقوم به الميليشيات الانقلابية من تكميم الأفواه؟ هذا طبيعي جدا يا أخي الكريم هذا طبيعي جدا أنها فعلت ردة فعل كبيرة ولذلك تسمع في تصريح في كلام الحوثي عندما قال الناشطين على الفيسبوك أخطر من المقاتلين على الجبهة وطبيعي لأنه فاهم أي أصلا فاهم لا معنى أن يكون إعلام هناك إعلام مضاد ولذلك نجد أنه يعني عندما وجدت هذه منصات التواصل الاجتماعي وخنادق التواصل الاجتماعي والمقاتلين الذين خلف الكمبيوترات وخلف الهواتف وجد بعدها الانحدار والانكسار من قبل الميليشيات ولذلك نجد انها بدات شعبيتها تقل وهي قليله وصوتها ضعيف ويعني لو لم يكن هناك تواصل اجتماعي يعني ما استطاعوا انهم يخطوا خطوه واحده، لماذا؟ لانه اصلا معناه في المجتمع في القريه او في الحاره او في اي مكان اشوف من مع هؤلاء، من هم هؤلاء؟ فاجد انه السارق وقاطع الطريق وخريج السجون وهؤلاء الحثاله يسيروا معاهم، فهو طبيعي جدا لو لم يكن لديهم اعلام وتغريم لا من الطبيعي جدا كل العالم كله يفهم من هؤلاء. نعم سيد علي أنت أيضا متواجد
نعم أنت متواجد في الميدان وربما أقرب إلى الواقع، وأيضا بنفس الوقت أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن نتحدث عن دور مواقع التواصل الاجتماعي وأنت على الأرض، كما تحدثت مع قبل مداخلة الأستاذ أسعد حول الفضاء المفتوح. أمام هذا الفضاء المفتوح ومن يستطيع أن يقوم بنشاط ليس هناك أي حواجز بينه وبين إيصال فكرته، وهنا الدور ربما الأكبر على من يساند الشرعية من رواد لمواقع التواصل الاجتماعي. ما هو الأثر الذي لمسته على الأرض من هؤلاء الرواد؟ طبعا بلا شك أن هناك يعني فرق بين أنك تكون على الأرض وبين فرق بينك أنك تكون خلف يعني، ولكن في كل الحالات أنت في واحد وفي جهة واحدة وكل يكمل الآخر. فأقصد أنه هو الذي لمسناه من هنا من أرض الواقع أنه ما فيش الناس المتواجدين هنا وفي الجبهات يسعدون كثيرا ويرتاحوا بشكل غير عادي ويتفاعلوا وتزداد همهم عندما يشوفوا أولئك الناشطين والإعلاميين والفنانين وكذا، يشوفوهم وهم متواجدين معهم في الميدان، يشاركوهم الهم ويشاركوهم الحرب ويشاركوهم السلم ويشاركوهم الأكل ويشاركوهم الشرب، يعني في وقعات يكون كبير جدا على الأرض. طيب أسألك سؤال شخصي أستاذ علي. نوع على شيء مهم. تفضل. تفضل أكمل فكرتك أستاذ علي. أنا كنت أقول لك إنه هو لابد من إحنا نفهم ما هو الأفضل لتقديم في هذه الظروف يعني. نعم وهو هذا محط السؤال. على الفنانين على الإعلاميين نعم. على الناشطين على الجميع. نعم. إنه يفهم الصيغة التي نحتاج. نعم وهذا أريد منك توضيح أكثر أستاذ علي، كنت أريد أود السؤال حول هذا الموضوع من خلال المقاطع التي تقدمها. البعض يكتب مقالات وتحدث تغيير، والبعض ينزل يعني مثل المقاطع التي تنزلها بشكل كوميدي، والبعض يتحدث مثل الأستاذ أسعد برسالة يوصلها بلهجة بلدية. بوجهة نظرك التأثير بمثل هذه المقاطع المتنوعة والكوميدية وأثرها عند الناس، أنت عندما يعني تقوم بإنزال أي مقطع كيف تلاحظ الأثر وردة الفعل من خلال ما يقومون بمتابعته والتعليقات، وأيضا بالنسبة للعامة من الناس الذين لا يمتلكون مواقع التواصل الاجتماعي حديث الناس عن هذه المقاطع التي يتم تنزيلها؟ شوف ممتاز، يعني أقصد أنت الآن في حلقتك الآن تتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. ولم تتكلم بشكل كبير ولم تتكلم عن القنوات. لماذا؟ لأن التواصل الاجتماعي أسرع للمشاهد والمتلقي وأثره أخطر. ضف إلى ذلك أنه بشكل عام الإعلام بشكل عام سواء قنوات أو تواصل اجتماعي أو غيره البصير الرسالة البصيرة التي هي تنسى الواقع وفي أقل وقت ممكن هي تكون أثرها أكثر، وكل ما يعني هذه بالنسبة للحجم بالنسبة للوقت إحنا في عصر السرعة. لماذا أنت الآن تكلمت عن مواقع التواصل الاجتماعي ولم تكلم عن القنوات؟ مع أن القنوات من تاريخ من الإنشاءات ومكان المنبر و لكن حاليا نحن في عصر السرعة، يعني ما يحتاج انك تشرح لي ساعتين على موضوع من المواضيع، لا انا اشتري تجي رسالتي في ثواني بسرعه يلا في لمحه في صوره. ولذلك تاثير هذه المقاطع القصيره بيكون تاثير كبير جدا وغير عادي. نعم. يعني ما تخيلش امس بيكلمنا واحد نعم بيكلمنا امس احد الاشخاص جاء من صنعاء بيقول انه أحد المشرفين في صنعاء جاء لك خبر وفاة مقتل واحد من أصدقائه المقربين أو من أقاربه. نعم. فهو حزن عليه بشكل كبير، فأحد المرافقين اللي معه أو الحاضرين معه جالس في الجنة بياكل تفاح. أيوه. فهو انزعج بشكل كبير وأخذ المسدس بعد وقت. وبعدين أصحاب أولاد هذا المرافق جاء
اهل الجو عملوها مشكله، وبعدين دخلوا هذا المشرف للحبس وهذه دقه كبيره. نهوى يعني هذا المقطع القصير الى داخل الى ان تعلن مشكله داخل عندهم. اشكرك. كيف اثرها عندهم واضر العادي. اشكرك علي. اثرها بشكل كبير جدا جدا جدا. اشكرك جزيل الشكر الفنان الكوميدي و ناشط على مواقع التواصل الأستاذ علي السعداني، وكل التحية لك على كل ما تقوم به وتقدم لفضح هذه الميليشيات الانقلابية. شكرا جزيلا لك أستاذ علي.